السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم تكون كلها مزيانه وتكونوا في احسن الاحوال، ونهاركم بطبيعه الحال يكون مبروك. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فيديو مع اتحاد صداقه اليوتيوبرز. ما كايناش غير بوحدي، كاينه انا واعضاء اتحاد صداقه اليوتيوبرز، كاينه قناه شاف حليمه، كاينه قناه بيتي مع ابتسام، وقناه البيت سعيد مع ام رغد. بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم يشوفوا يعني المشتريات ديال هاد القنوات، غادي نخلي لكم ان شاء الله الروابط ديالهم في صندوق الوصف. كل وحده فيهم يعني مشاركه معكم اشنو شرات، اشنو موجدات سيدنا رمضان. الا انا انا باقا ما موجداتش، انا خارجه من المشتريات ديال المطبخ، انا باقا يعني مضربه غير مع النجاره ومع الصباغه ومع ماشي النجاره، مع النجاره والصباغه. ثاني دير سلام. يلا سير خليني نكمل الهضره مع تاتا واسي. شكرا. كما قلت لكم البنات، انا باقا شي شويه دايره مع الصاله، وهذا باقا ما دخلش كنوجد رمضان. بغيت نشارك معكم اشنو شريت ديكورات للصاله، يعني اشنو خديت اخر حاجه للصاله. خديت زربيه، غادي نخليكم تشوفوها حيت فيلميتها قبل اليوم، غادي نخليكم تشوفوها، واكيد راه تكونوا شفتوها في الفيديو اللي غيكون قبل من هذا، اكيد غادي تكونوا شفتوها. مهم العبار ديالها وداكشي جات زوينه، مازال ان شاء الله غادي تشوفوها وهي مفرشه، جات زوينه وبدلت يعني اللون، وبدلت ما بقاش عندي داك اللون اللي كان يعني الخزي وهذا يعني غامق شي شويه، بدلت يعني درت واحد الدوره ديال الصح. مهم خديت غادي تشوفوها ان شاء الله، غادي نخليكم تشوفوها. وهذه الزربيه البنات اللي خديت، كما قلت لكم اكيد غتكونوا شفتوها، وغنكون شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل في هوم ديبو. بالنسبه للثمن ديالها خديتها ب 179 على حسب العبار اللي خديت انا. واللوينات كما كتشوفوا زوينين خفاف، غيرت كاع اللي عندي، خديتها لهاد الكليسه هذه اللي هنا، وغادي يتواتل اللون ديالها مع اللون ديال هاد الفوتاي، غادي يتواتل اللون ديالها. دابا البنات غادي نرجعو، الاول حاجه غادي نشارك معكم خديت خوينيات، خاصني نزومي باش تشوفوا. خديت خوينيات على هذا الشكل بحال هكا، نوريهم لكم هما مركوبين، يجوا على هذا الشكل هكا حتى هما، يعني مشيت مع الستيل ديال الزربيه، اللوينات ديال الزربيه. وهذا حيت هاد الخونيات هادو خديتو من هاد لهاد الشرجون هذا، يعني لهاد البيسه هادي الروميه. كما كتشوفو خديت جوج، خديت جوج، هي راه كل وحده فيها جوج. انا حيت عندي هاد الشرجون هذا عندي فيه جوج متر وربعين، هاد البالكون هذا الباب ديالو طويل بزاف، داكشي علاش خديت ربعه، يعني بحال خديت ربعه ديال البانوات. كل بانو فيه تقريبا، مهم جوج هادو فيهم متر و 93، يلا تجي يعني في هذاك البلي، وهذا خديت جوج منهم. بالنسبه للثمن، الثمن ديالهم كيديروا لقيتهم في البروموسيون دايرين لهم 16.99، يعني تقريبا 17 دولار. هذه 17 دولار وهذه 17، والشكل ديالهم حلو كما كتشوفوا البنات، راه كندير بالراي. هذه كانت اول حاجه خديتها. غادي ندوزو ان شاء الله لهاد الديكورات. انا راه حليت شي وباقي، غادي نبداو دابا ان شاء الله من بعد ما شفت الزربيه، غادي نبداو ان شاء الله نشوفو هاد الديكورات، هادشي اللي قدامي اشنو خديت. باش غادي نبداو، انا راه حليت هادشي، سمعت من واحد الاخت اللي قالت لي بقيت تحلي المشتريات قدامك عاد باش يبان لك كل حاجه. غادي نبداو ان شاء الله بحال الفاز هذا، كما كتشوفوا البنات جا على هاد الشكل هكا، جا بحال الشكل ديال الكاس. هذا خديته حيت عندي واحد خور تقريبا بحالو، هو كبير كبر منه، هادو خديتهم لهاد الطاجره هذه اللي صايبت. انا دابا راه سابقه الاحداث، باقا ما وريتكمش الطاجره وكنوريكم الديكورات اللي غندير فيها. خديتو على ود هذيك الطاجره اللي غادي ندير فيها، نديرهم فيها كما كتشوفوا. بالنسبه للبلاصه صراحه تكال ما دخلتش غير المحل واحد، يعني ما بقيتش عاقله على كل حاجه منين واخداها، تساليت بزاف ديال المحلات. اللي بقات لي فيه الثمن ديالو غادي نقول لكم، واللي ما بقاش لي فيه الثمن ديالو. خديت هاد الكيسان هادو خديت منهم جوج،
كبار البنات كما كتشوفوا الشكل ديالهم. وانا يعني هاد مشيت مع واحد مشيت مع هاد اللون هذا الصفيفر هاد الذهبي بحال هكا، يعني بقيت بهاد فهاد السيل هذا ديال هاد لي زاكسيسوار اللي خديت. كما كتشوفوا الشكل ديالو عجبني، في واحد تخرميزه ولا واحد تخربيقه في هذاك الجاج ديالو، يعني ماشي جاج سامبل كيبان كما كتشوفوا البنات الجويجات. وكما كتشوفوا راهم كبار بالنسبه للثمن، هذا كان خديته ب 5.99 الواحد، هذا 5.99 هذا 5، يعني 6 دولارات. الثمن ديالهم مناسب وزوينين في الشكل ديالهم انيقين كما كتشوفوا البنات. خديت هذا صراحه قال لي كانوا معاه واحد البازات اخرين، ولكن هاد اللون هذا ما لقيتهمش، هما كانوا يمشيو اونصومبل زوين، ولكن هذاك اللون لقيت فيه الكرونه داخل هاد الصفر هذا ومعاه الكرونه. انا كما كتشوفوا هاد الذهبي هذا داخل معاه الكحل شي باش جا هاد اللون ديالو زويون، عجبني بحال هكا، ما عجبنيش داخل معاه الكرونه. فيه بحال هاد الكاس وكبر فهاد السيل بحال هكا، وفيه بالنسبه للاخوات يعني اللي بغوا هاد الشكل بحال هكا فهاد اللوينات ديال الكحل والكرونه، يمكن خديته من تيجي ماكس ما عقلتش بالضبط. الثمن ديالو ما غاليش 13 دولار، كان كيدير 26، خديته انا ب 12.99 13 دولار. وكاين معاه واحد اخر كيجي داير هكا مفتوح بحال الشكل ديال الباطو، حتى هو ما لقيتش بهذا اللون، ولكن مازال غادي نبقى نقلب حتى ان شاء الله نلقى بهذا اللون. عجبني هذا اللون كما كتشوفوا البنات، الذهبي بحال هكا مع هذا الكحل كيبان زويون. المهم انا عجبني هذا، وهذا هو كما قلت لكم هو الستيل اللي غادا بيه دابا في الديكور الجديد، هذا الذهبي هذا مع الصفيفر، ولا دخل فيه بحال هكا واحد اللمسه ديال الكحل. اها بقات هادي. خديت هاد المرايا البنات كما كتشوفوا، ستيل ديال بحال ديال المغرب عندنا الخدمه ديالها كما كتشوفوا البنات، وصغيوره هادي يعني تحط بحال هكا الطجره هي، يعني تحط بحال هكا اولا تعلق، ديري لها البلاصه ملي كتعلق ومني كلشي كما كتشوفوا. ملي خديتها ما عقلتش منين خديتها، المهم عجبني الشكل ديالها. انا غير شفتها فيهم الاحجام، يعني كاينه ما كبر منها، جاتني يعني ستيل ديال المغرب، عندي واحد الخميسه جايبها نيت من المغرب في نفس هاد الخدمه ديال هاد الجناب بحال هكا. وخديت هاد القريعه هادي كتحط ديكور وفي نفس الوقت كتطلق الريحه كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، فيها هذه الغلاقه هكايا ذهبيه، وعاد مني كنبغي نشعلها نحيد لها هذه ديالها وكنخشيها هنا، كيبقى داك الخويط داخل هنا وهي كتشعل، يعني فيها واحد الفتيله بحال هكا كتشعل كتبقى تلقى واحد الريحه زوينه. هذه هي وكلا خديتها من تيجي ماكس كما كتشوفوا البنات، شكلها حلو زويون، كتحط بحال هكا ديكور. انا ما غاديش نشعلها، غادي نخليها غير ديكور للامانه. ما بغيتش نشعلها، هادي ما نشعل. وخديت البنات هادي منها ديكور، منها كت ديال الند، هادي باقا ما حليتهاش، نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي، غادي نحلها معكم باش نشوفوا كيفاش داير الشكل ديالها. صراحه تقال هاد البوطه هادي صعيبه في الحله ديالها بزز باش تحلت ليا. هاشكيل ديال القريعه كتجي غير القريعه بعدا بوحدها النظر ديالها، وعجبني فيها هاد المخيله هادي كما كتشوفوا البنات،
ومعاها هاد العويدات هادو، هاد العويدات هادو، هادو هما اللي كنحلوا هاد القرعه على شكل بحال هكا، وغينا نريحوها كامله، واحد الريحه فيها خطيره. بغي لا سامي، لا لا مامي لا سامي، برزتني سامي جريت عليه ما عرفتش فين كنت. المهم البنات كما كتشوفوا الشكل ديالها زويون، فيها هاد المخيله على هاد الشكل بحال هكا، والريحه ديالها شي حاجه زوينه عجبتني بزاف. فيها معها هاد العويدات هادو، كنديروا مثلا واحد جوج على هاد الشكل بحال هكا كيتخشاو. بغينا نخليوها بحال هكا، يعني طالقه هاد الريحه على هاد الشكل، وهاد هاد العويدات هادو هكا فيها داخلين ومحطوطه تبقى، ولكن الريحه ديالها يعني زوينه زوينه بزاف. ما بغيناش كنحيدو هاد العويدات هادو بهاد الريحه ديالهم اللي عادت، وكنحطوهم في اي بازا ولا اي بلاصه كتبقى طالقه واحد الريحه يا سلام زوينه زوينه بزاف. انا غادي نسدها ونخليها نشوف من غادي نحطها. خديت واحد السويعه اللي فين عجبتني كما كتشوفوا البنات، بحال الشكل ديال ال شكون هذه سميتها، مهم مشات ليا من دماغي كما كتشوفوا البنات. وفي هاد السويعه هادي كتحط هكا، وفي نفس الوقت الساعه راه هكا خدامه. انا هاد دابا عاد خاصني نركب ليها الحجره ديالها، كما كتشوفوا كتحيد كتريكل كترجع وكتعطي واحد المنظر زويون. حنا قلبت الساعه كما كتشوفوا البنات زويونه. خديت هاد الكادرات هادو ديال الصور، هذا باقا لاصقه فيه الثمن، هذا في الاصل داير 15 دولار، خديته انا ب 8 دولارات 97. ما كتشوفوا الشكل ديالو جا بيض، هو دابا كيبان بيض من اللور، ولكن ماشي بيض، فيه واحد اللمعه حمراء كما كتشوفوا، عرفتوا باينه ولا لا؟ كما كتشوفوا البنات ما خديتش واحد، خديت جوج. هذا خديت بغيت ندير فيه الصورات ديال ماما وديال عكوسي، بغيت نديرهم بجوج كما كتشوفوا البنات بجوج، نفس الثمن 97 97، ولا الثمن الاصلي ديالهم 15 دولار البنات. دايرين يعني شي حويجه دايرين فيهم ثمن زوين. خديت هاد السوينيه هادي البنات، كتجي على هاد الشكل بحال هكا. هادي اما تحطيها مثلا في هاد الطاجرات انا اللي درت، توقفيها على هاد الشكل بحال هكا وتخليها، يا اما مثلا بغيتي تسربي فيها واحد الكويس ديال الماء ولا كويس ديال القهوه ولا شي حاجه، يعني كتجي حلوه في الشكل ديالها. ولكن الناس هذا هو القد اللي لقيت فيهم، كل لقيت ما كبر كنت ناخذ منهم، هذا هو القد يعني ما كبرش بزاف، داكشي علاش خديت غير وحيده. كما كتشوفوا الخدمه ديالها زوينه وثقيله ثقيله زوينه. وخديت هادو غنحلوهم مع بعضياتنا لحقاش دايرين ليهم واحد الثمن رخيص بزاف، خديتهم ولكن كما غتشوفوا يلا غادي نشوفهم من الداخل نشوفهم مع بعضياتنا وعاد نوريكم الثمن. المهم الشكل ديالها بحال هكا، كتجي على هاد الشكل، فيها هاد الحديد هكا كتحط عليها، غادي تحطو بحال هكا في هاد كوفي تيبل اولا تحطو يعني فيما حطيناهم، ومعاهم هاد الكويسات. واقيلا واقيلا الكويسات مهرسين، كنسمع بحال صوت ديال التهراس. والله الا واحد مهرس واحد طلع مهرس، هذا طلع مهرس، ثمن دايرينو زوين ولكن طلع ليا كويس مهرس. المهم ماشي مشكل، انا نبدلهم، نمشي نبدلهم نوريكم غير الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، كيجيو على هذا الشكل بحال هكا، ونديرو فيهم شميعات هنا لداخل، كيجي المنظر ديالهم زوين. والثمن ديالهم البنات 95 دولار، كانوا دايرين 26 دولار، شتي كان داير 26 دولار هودوهم ل 95. ماشي حيت كاس مهرس لا، حيت كيما شفتو انايا يلا حليتها قدامكم،
ما عرفتش واش الكاس تهرس لي غير انا من جايباهم او لا. المهم كيوقعوا الكيسان كتلقاي كاس مهرس في البواطه كما كتشوفوا الشكل ديالهم زويونه صراحه تقال زويونه. غادي نمشي ان شاء الله نبدلها. فيها هذا اللون هذا المارو وفيها هذا بحال اللون ديال بيض كما كتشوفوا هي شاعله كتبان زوينه. هذا بالنسبه لهاد الديكورات اللي قدامي. اشنو مازال خديت؟ غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا شنو خديت. اشنو مازال خديت البنات؟ خديت هاد الطابيه هادي كما كتشوفوا الخدمه ديالها زوينه. هذه خديتها البنات كتصبن في الماكينه يعني غير ندوز عليها بحال هكا وكتدار. هذه خديتها للدخله ديال الباب كما كتشوفوا الخدمه ديالها زوينه واللوينات ديالها عجبوني. خديت الثمن ديالها الثمن ديالها كما كتشوفوا كان دايره 26 خديتها انا ب 12.99 يعني تقريبا 13 دولار كما كتشوفوا اللوينات ديالها كتجي زويونه. وخديت اشنو خديت تاني؟ خديت هاد الخويميات راني كنسمع الكلام البنات. خديت هاد الخويميات هادو خديتهم لهاد الصاله لهاد التفريشه هادي. بقيت يعني في هاد بقيت في هاد البيج يعني خديتهم متواتين شويه مع الزربيه كما كتشوفوا يعني قرب ليهم داك الديزاين وهذا جاو قرب للزربيه وهكا كيجيو. كما كتشوفوا انا واخده جوج منهم. غتقولوا لي علاش؟ انا هاد البالكون هذا اولا الشرجم ديال البالكون ملي كنخرجوا البالكون عندي عريض عندي فيه تقريبا شي 2 متر 40 ولا ما عرفت 2 متر 50. اما لهادو كيهزوا متر 93 هما فيهم جوج بانوات. انا خديت جوج في جوج كما عارفين يعني الخميات قد ما جاوا مكرشين بحال هكا وهذا كيجي المنظر ديالهم زوين. داكشي علاش خديت منهم جوج. التوب ديالهم لولا كما كتشوفوا لولام تروز فيها الطريزه على هذا الشكل بحال هكا. التوب ديالهم رائع البنات. مني كتديري بحال هكا وكيضرب فيه الضو كتبان لك فيه واحد اللمعه كما كتشوفوا البنات. نتمنوا ان شاء الله مني نفرشوهم وهذا يجيو كيف ما تخيلتهم. كانوا هادو المشتريات ديال اليوم البنات اللي شاركت معكم. كنتمنى يعني ذوقينا الاعجاب ديالكم وكيف ما مولفه يعني دائما كنشارك معكم يا حاجه غاليه يا حاجه رخيصه اي حاجه كناخذوها الا كناخذ الذوق ديالكم وكناخذ الراي ديالكم بطبيعه الحال. كنتمنى الفيديو ديال اليوم باش ينال الاعجاب ديالكم. ولكن البنات قبل 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 بغيت نهدي واحد الاهداء لنعيمه فرح. كنقول لها انا جد 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 فرحانه مني شفتك البارح وعجبني الحال بزاف. تحيه خاصه ليك والام عمر كنقول لها شكرا بزاف. التحيه ديالك او السلام ديالك وصلوا لي الزوج ديالي شكرا ليك بزاف. وما تنساوش البنات باش تزوروا القنوات ديال الاخوات معايا اتحاد صدقه اليوتيوبر شوفوا اشنو شراو لكم من المطبخ اشنو غادي يوجدوا لرمضان. الى فيديو قادم ان شاء الله.